من النقابة حتى تنطي هوية لازم أكو كتاب يجي من مؤسسة. إحنا نجي نقول ليش أكو 26,000 صحفي؟ لأنه أكو 60 قناة أبو قسوة، أكو 60 قناة. هسا نرجع إلى منطقة أخرى اللي هو فعل القانون، فعل دولة القانون في تنظيم عمل الصحفي، هذا من جانب. 60 من جانب آخر و 60 برنامج حواري، إيه نعم، 60 برنامج رياضي، 60 مقدم برامج زملاء. خليني أقول لك بعد مدرب منتخبنا كاساس يقول شنو هالبرامج الرياضية هاي الموضوع؟ إيه صح. يقول إسبانيا كلها بيها برنامج حواري واحد. صحيح. شنو هاي؟ إيه التفت منا ألقى عمر رياضة، التفت منا ألقى حيدر عبد السيد، التفت منا ألقى زملاء. المهم اللي أرد أقوله بآخر دقيقة لا تسمح لي أستاذ أحمد، بالحقيقة إحنا نعاني من غياب منظومة قانونية تنظم عمل الإعلام في العراق. الظواهر التي تخرج هي ظواهر غياب القانون بالحقيقة. كل عمليات الابتزاز وعمليات غير ذلك ليست مدعاة أو مدخلا لتكميم الأفواه وتحديد الحريات وضرب سقف الحرية الذي منحه الدستور. من يتعرض لابتزاز ومن يمارس عملية الابتذال على المتضرر اللجوء للقضاء، وبالتالي القضاء قادر على أن يعاقب ويحاسب كل شخص يتجاوز على القانون. لكن أن أتخذ وجود فوضى، حالة من الفوضى والبذاءة والسب والشتم والقذف وغير ذلك كمدعاة لتضييق الحريات، يعني هذا اللي مرفوض. هذا مرفوض.